بسم الله الرحمن الرحيم. جولة داخل حاجز السماد، أحد أقوى الحواجز التابعة لمعسكر وادي الضيف. تأتي قوة هذا الحاجز من مكانه المرتفع المطل على أجزاء واسعة للمدينة، حيث تتمركز به عدة آليات ثقيلة تعيق أي تقدم للثوار. كما أن الحاجز يمتد على مساحة واسعة وأبنية كبيرة محاطة بالعديد من الحواجز المتقدمة، كحاجز التمساح وحاجز النمر الأمامي والنمر الخلفي ومقر قيادة المعسكر. نحن الآن داخل أحد الأبنية الأساسية التي يتكون منها الحاجز، وهو بناء مديرية السماد. المكان كما نرى تعرض لدمار كبير، يدل هذا الدمار على شراسة المعارك بين المجاهدين والثوار من جهة، وبين الجيش الأسدي من جهة أخرى. الكميات الهائلة لفوارغ الشلكة كما نرى تدلنا على أن هنا كانت تتمركز عربة الشلكة التي كانت تستهدف الثوار وتعيق أي تقدم لهم. هنا الجزء الغربي من الحاجز. هذا الدمار ناتج عن القصف المستمر الذي تعرض له الحاجز بقذائف وصواريخ محلية الصنع قبيل الاقتحام وتحريره من قبل الثوار والمجاهدين.